السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا المرة اللي فاتت عرفنا أعراض التوحد وإيه الأعراض اللي هتقول لي إن ابني عنده مشكلة، والأعراض دي بتخليني أتوجه للدكتور على طول وأبدأ أحل المشكلة أو أروح لأخصائي نفسي متمرس متمهن في شغل التوحد، يعني يعرف يتعامل مع التوحد كويس، يعرف يشخص التوحد كويس. الأعراض دي بتديني مؤشر إن عندي مشكلة، فهاخده الطفل وأروح لطبيب. هنعمل إيه في الوقت ده؟ الدكتور هيطلب مجموعة من الفحوصات والإشاعات والتحاليل، بالإضافة لمجموعة من الاختبارات المهمة أوي، اختبار ذكاء، اختبار لغة، اختبار لتحديد شدة التوحد. من خلال الاختبارات دي بيطلع نقاط ضعف ونقاط قوة ببدأ أتدخل فيها. الطفل محتاج أدوية، محتاج تدخل معين، محتاج علاج حسي من الاضطرابات الحسية اللي احنا قلنا عليها، هو عنده فرط في حاسة السمع، بيسمع حاجات بسيطة جدا احنا ممكن ما نسمعهاش، زنة اللمبة مثلا، كل الحاجات دي بتعمل له مشكلة، ملمس معين مش عايز يتحضن، مش بيحب أكل معين، بيحب يلعب بالمية قوي والتاني مش بيحب، بيحب أكل طري والتاني بيحب أكل صلب. مجموعة من الأعراض الحسية، تدخل سريع جدا يحل المشكلة، لأن التدخل الحسي أو المعالجة الحسية بتساعدني في حل مشكلة اضطراب طفل التوحد سريعا، عشان كل المعلومات اللي داخلة في الدماغ بتدخل عن طريق الحواس. الحواس اللي هي حصل فيها اضطراب دي عاملة فيها مشكلة، فمن خلال التقييم الحسي أو التشخيص الحسي بنبدأ نعرف المشكلة فين ونحلها، بالإضافة لتقييم اللغة. تقييم اللغة من خلال أخصائي تخاطب عارف المشاكل اللغوية اللي عند طفل التوحد، ويبدأ يتدخل لحلها ويعمل لها برنامج أو خطة تربوية فردية. من خلال الخطة التربوية الفردية ده، أخصائي التخاطب وأخصائي المعالج الحسي والأخصائي النفسي بالإضافة للدكتور، هي فريق عمل متحدين مع بعض عشان نوصل لحل المشكلة مع بعض، وإن شاء الله ليها حل بإذن الله. متقلقوش، بس الأهم نتوجه للمختص، مش نسمع كلام اي حد حوالينا وما تلاقيش بكره هيبقى كويس، لا مفيش ده. نبدا على طول نروح لمختص عشان يقول لنا المشكله فين، ونبدا نحل المشكله عشان المشكله ما تكبرش وحلها يبقى اصعب. رجاء نهتم بالنقطه دي، السلسله دي مفيده جدا لكل الامهات المتزوجين والامهات اللي لسه هيتجوزوا ان شاء الله. ربنا يجعلنا سبب في تحصيل العلم النافع المفيد يا رب. وجزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.